من الأمور المهمة التي يعتمد عليها الإنسان ليواجه تحديات الحياة بعد التوكل على الله تعالى هي ثقته في قدراته. فكلما كان الإنسان أكثر ثقة في إمكاناته وطاقاته، كلما ثبت أمام رياح الواقع وزاد يقينه بقدرته على عبور امتحان الحياة. لكن ماذا إذا اهتزت هذه الثقة؟ ما هو الطريق الأمثل لتعزيز الثقة بالنفس؟